المختص بقعة مقدسة يتشابك فيها الماضي والحاضر والمستقبل. يلتقي الخالق بالمخلوق في مسيرة الخلاص، ويلتقي العهدان القديم والجديد ليصبح الزمن كله حقيقة واحدة غير مجزأة، حقيقة روحية وإيمانية تزداد رسوخا في قلوب المؤمنين. نهر الأردن، المكان الذي شهد تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان قبل 2000 سنة، ما يمنح هذا الموقع مكانة تاريخية ودينية كبيرة، حيث يصله السياح والحجاج من جميع أنحاء العالم. الحكومة الأردنية تعتني بشكل كبير بموقع المختص، حيث اكتشفت آثار تعود للفترة ما بين القرنين 3 و 6 الميلاديين، وعثر على بقايا كنائس قديمة، ما جعل المكان يشهد تدفقا واسعا من قبل الحجاج والسياح الأجانب، من أبرزهم السياح الروس الذين بلغ عددهم خلال العام الماضي ما يزيد على 100,000 سائح. أحببنا أن نرى الأماكن المقدسة ونشعر بمصدر ثقافتنا كي نفهم الماضي من خلال هذا المكان الذي نبعت منه إحدى أعظم الحضارات. زار المختص البابا يوحنا بولس الثاني وشخصيات سياسية بارزة. الرئيس فلاديمير بوتين في رحلته للمختص حرص على أن يبلى راحتيه بنهر الأردن المقدس. هذه هي قطعة الأرض التي أهداها الملك عبد الله الثاني للحكومة الروسية عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمختص، كي يبنى عليها فندق للحجاج الروس. مشاريع وخطط مستقبلية ستطبق في منطقة المختص. الهدية الأردنية تمنح فرصة لتحقيق حلم الحجاج الروس بإقامة بيت خاص حتى يتمكنوا من زيارة جميع الأماكن المقدسة في الأردن. الكنيسة الروسية ستشيد بيت الحجاج الروس على قطعة أرض مساحتها هكتار، وسيتسع ل50 شخصا تقريبا. سننظم رحلات الحج بشكل مستمر إلى المغطس وباقي الأماكن المقدسة في الأردن. إننا مهتمون بتنمية العلاقات بين البلدين، وبيت الحجاج الروس سيكون جسرا جديدا للصداقة بين شعوب روسيا والشرق الأوسط. قباب كنيسة يوحنا المعمدان الأرثوذكسية التي شيدت على الضفة الشرقية لنهر الأردن قبل بضع سنوات كانت تبرعا من روسيا، حيث طلاها الفنانون الروس بالذهب، ما يجعل ذلك مثالا آخر على الدور الروسي في التعاون مع الحكومة الأردنية لتطوير الموقع وتعزيز العلاقات في المجالات كافة بين البلدين. يوليا ريحاني، روسيا اليوم، من المختص، الأردن.